اجي ساعتين بعد ما حكيتيني لانه تاخرت الطياره تبع الوقت الياباني كثير. قصدك الصيني؟ اه ايه صيني. قلت الياباني مو زلت الانسان. عم اقول لك هالصينيين مواعيدهم مفشكله مثل العرب فرشكل. مش انا شو دخلي؟ اذا الطياره تاخرت ما بيكون الحق عليهم، بيكون الحق على الطياره الا اذا كانوا جايين على طياره صينيه. طبعا على طياره صينيه جايين، اذا كان على طياره يابانيه بتصور. هذا اشي من مالك كيلو فول في الحمام. الو اهلين سيد هاشم. لا والله راضي بالحمام بيعتذر من التكليف. طيب ماشي على عيني. في شيء ثاني؟ لا ابدا هذا كل شيء. لا لا كفاها الله اليوم، عندي مشوار ضروري. هلا ماشي؟ ايه هلا. بس عندك اليوم اجتماع مجلس اداره؟ مو مشكله، خلوني اجنوا لك فرصه. حاضر. واذا حدا سال عني وين انا؟ عامل جولة ميدانية. برافو عليك يا احسنتي. لا يا عطفي لا عطفي ما صرت لك شغل. الو مرحبا رفاق. لا اشوفه اول مرة. لا صرت لك مرات كثير بس بتعرفي يعني يا رب صرت لك فرق. شو اشتقتي لك بهالمرة؟ ما بتصدقي. لا ما بزعل منك فرق شو ما تصدقي لازم تصدقي. طيب شو رأيك إني لغيت ثلاث اجتماعات بس مشان أجي أشوفك؟ عن جد عم تحكي؟ إذا مو مصدقة اسألي السكرتيرة أنا. لا خلص بدي يا بابا لا بد منا. هلا بتفهمي بعد شوي مو مشكلة إيش بقى. بس تعال ما في مشكلة.